الإحصائيات تتقول باللي في هاد 2022 اللي مازال ما سالات سجلت أكثر من 300 ألف حالة طلاق في المغرب بوحدو، أكثر من نص مليون مطلق ومطلقة، يعني أكثر من 4 مليون أسرة تفرتكات. ماشي سوقك تسولني هاد السؤال. موضوعنا اليوم ماشي على الطلاق ولكن ما غنبعدوش بزاف، ونكملوا علاش كنا تنقولوا في الفيديو اللي فات. خلينا في هذا حسابي على تويتش فين تنشدوا الصون على الهواء مباشرة. فك ما تبان مرحبا، ما عندكش مع هاد الشيء خليك هنا. راه مرة تندير ملخصات لدوك السوايع بزاف اللي ما غاديش تبغي تخسر من وقتك. اسمح لي فين وصلتي مع الزوج ديالك؟ زعما انت واعر زعما. لا. عنوان الفيديو كان هو شاهد رد المستفز على سؤال صحفي. السؤال ماشي مستفز، الجواب هو اللي فيه الاستفزاز، حيت ماشي من حقها ما تشاركش داكشي اللي بغات من حياتها الخاصه. واجب عليها الا تسولات تخول مزيوده باش يمشيو يتجاراو عن الطرف الاخر وهو ما مغطي الحدث من كاع الجوانب. الصحافه مهنه شريفه بخمسه النجمات ولا تسته كاع، تقدر تعطيها تسبعه. الدور ديالها هي تتساهم في بناء مجتمع راقي ناضي يتتعاون باش تريب داك المجتمع واخا يكون المجتمع الكندي. يعني الدور ديالها مهم في كاع الحالات، وهي حاله فين وصلنا وفين وصلت ديك المهنه الشريفه، واللي بالمناسبه تيقدوا عليها غير الشرفاء اللي داك الشرف ديالهم تيزورهم جنات القطنيات لشي سنوات، وراها تيخرجوا يا غيكملوا بشرف ويجدوا الموعد واللقاء مع الجنه، يا تيختاروا يعيشوا الدنيا بعدا ومن بعد يحن الله. من بعد شنو؟ من بعد ما يريب القيطون ديال من الميكروات. هذوك الميكروات ديال ماليهم اللي على ما بان ليا ولاو بزاف تيتجمعوا باش يحنطوا واحد متحمس كثر من القياس، وملي يتحنط يعاودوا يتجمعوا ويجيبوه يعتذر ويتحط قدامه كثر من 40 ميكرو كثر. حسب اللي بغيتي 40 منبر اعلامي على قبل واحد اش قال؟ ما عرفتش اش قال، ولكن غالبا قال شي حاجه ما عندهاش علاقه بالواقع ديال البلاصه اللي عايش فيها. داكشي اللي تهاجم من الداخل ومن برا تدليس عين بين ناس تخرج تطالب غير ما تاكل، تتلقى ميكرو ولا جوج 10 سي، ما عمرك تلقى 40 كامله همها توصل صوت داك اللي ما عندوش ما ياكل، ما بغى الافغانيه ما بغى ديال الساكن، وبقى تعاود نفس الهضره. الهضره ما تشري خضره، والخضره دابا ما تشريها شاب دوفيز. قالك الهضره، حنا الحمد لله شعب ما تناكلوش البطاطا بزاف، اما ما عرفناش اش كان يوقع ملي وصل ثمنها لاكثر من 6 درهم الكيلو. ديك الساعه يمكن دوك الميكروات كاملين كان غادي يكون الهم الوحيد ديالهم يديروا داكشي اللي خصو يدار. دابا ما عليهم حرج الا ركزوا مع وحده بقى فيها خلخال ولا شوميز ولا شي بلان هكا، ما عرفت الصراحه، ولكن اللي عارف هي نفس الوحده اللي كانوا تيعطيوها الميكروات باش ترعب المشاهير بدواصاهم. ماشي في الخليج، ماشي في الخليج، خليج ومغرب. وتقلبوا على من بعد هادشي بتولود ساعه، وسخروا جهودهم باش توقف قدام القضاء الا ما خانتنيش الذاكره. مو هادشي راه بحال يمكن حالم بيه ولا شفتو بصح، بعض المرات تيتخلط ليا الواقع مع الحلم. في عمري 25 عام وكنحس براسي فحالي في عمري 80 عام. وبنادم كيبات لينا نعاس وكيفكر زيت بوطه ملح زيت بوطه سكر، شنو هي المصيبه هادي؟ ناكلوا اللي كتب الله ونعيشوا باللي كتب الله، وخايب الخبز كاملين تنعيشوا بالحمص نعيشوا باللوبيا. القناعه كنز، الناس ما عندهاش وقانعه بداك الشيء اللي ما عندهاش. قال لك كاين نهار اللي ما تيصورش فيه حتى 20 درهم، وهو ماشي زوفري ديال راسو، انما رب اسره. ما تسخرنا الدار وتينا عندك 6 نفوس كتخدم عليهم يعني. 6 نفوس، كنا ناقشوا هذه النقطه الساعه مأكدين باللي نتفاهموا غلط، تشجعوا على الفساد والناس ما يبقاش يولدوا، لهذا ندعيو معاهم الله يسهل لهم ويزيدهم في الذريه الصالحه. راه بزاف اخوتي، والشك والله ماشي زعما اشكو بثي وحزني الى الله عز وجل. اي واحد كيحس شي حاجه كدورو يخرج يهضر، راه ما تنانيش هنا يخرج فلان تيهضر ولا كذا تيهضر، لا هضر صاحبي، راه تينا كاك مقصح على الساكت. مؤخرا كثروا المطالبين الناس المقصحين يهضروا على حقهم وبلا ما يساينوا اللي يهضر عليهم، حيت فلوس الاشهار اهم من التعاون في سبيل الانسانيه. هاد المطالبات بالاحتجاجات بدينا تنشوفوها تترجم للحقيقه رغم الصعوبات وقله المقصحين، ولكن تيبقاو احسن من التعبير في الكلافي. وقفه سلميه كباقي الشعوب كنحتجوا على هذا الغلاء، غلاء اللي مفرط. هادي راه طاحت رعده ماشي رعده، وطاح باطل على عباد الله. راه كنا نشرب بطاطا 3 دراهم، دابا ولينا كناخذ 7 دراهم. اللي هو مهم وضروري يبقاو الاحتجاجات في الاطار اللي ضامن الدستور لكل مواطن، ما خاص حتى واحد يخرق القانون ويدير شي تصرف سيبياني لزوج اسباب. الاول حيت ما خصوش يديرها، والثاني الا سخن عليه راسو ودارها ما غيلقاش المحامي اللي يدافع عليه، حيت هذاك المحامي مسكين لقى راسو خارج يتظاهر ويحتج على المطارق اللي تطاحوا عليه من السماء. مالهم؟ قال لك السي الوزير اقترع على الحكومه واحد القرار يولي المحامي يخلص على الاتعاب اللي باقي ما تخلصش فيهم. كيفاش؟ كيف ما سمعنا وفهمنا. المحامون الان غاضبون. المحامي الدار باش يدافع على المواطن واحد النهار هو يلقى راسو هو خاصو اللي يدافع عليه، ولا يدافع عليه هو نيت اللي قال لك عفط عليه، وشوف مساوئ الصدف. انا مسؤول على هذاك التقترح الضريبي، انا اللي اقترحته على وزاره الماليه، انا المسؤول الوحيد عليه. الوزير المسؤول برر موقفه باللي هذا القرار تيصف مصلحه الدوله ماشي مصلحته الشخصيه. المحامون قالوا ليه مصلحه الوطن،
اه ولكن كيفاش نخلصوا على الطاجين وحنا باقي ما درنا فيه ما يتحرق ومعه ما عارفين القانون وهذاك هو تيرانهم يحسب لك سكتوا ليه حنا ما جايينش نحميو الاثرياء وسحبنا القانون ديال الاطراء الغير مشروع اللي كيحمي الاثرياء هو اللي سحب القانون ديال الاطراء غير مشروع هو اللي كيعارض المطلب ديال الغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين هو نيت اللي خاصو يجاوب علاش ما بغاوش يجاوب بشكل صريح ومباشر غير على هاد الزوج نقط واللي كنظنوا متاكد تناقض تيخدموا مصلحه الوطن بشكل كبير وغينقصوا عليه واحد العيب عالم به غير الله ما ترجعوش المحكمه حكرا على الاثرياء والاغنياء مزيان الواحد يكون تاري الله يسهل على الجميع ولكن يكون تاري وعنده سلطه وانت راك عارف الكائن البشري لا خلطهم بجوج الحق في التقاضي حق دستوري وكوني الولوج للعداله حق دستوري وكوني القضاء تيبقى مستقل وخاصو يبقى مستقل حيت هو الميزان تيوازن الكفوف ما عمرك تلقى ميزان فيه غير كفه وحده ما غاديش يبقى سميتو ميزان محامين يتقلقوا وانا نتقلق هذه غادي مسائل انسانيه لا عندها علاقه بالمؤسسات عندهم 200 ديال الناس ما عرفناش ديك خاويه في عمره اللي داروا مع ديك الشركه الكوريه وسخلص هو وزير وخدام غايقول لي اش راه داير لونطيط ديال بنته ولا خدام المكتب بوحدو ولا هذا غريبه تيمارس واحد المهنه وفي نفس الوقت وزير تيحكم في ديك المهنه وشنو خاصو دابا خاصو غير يجاوب بزاف ديال المحامين وجهوا ليه واحد الكلام على طبق من ذهب يجاوب بعد هذاك على 17 مليار والاخر على ملايين الدولار باقي يمكن ولكن جاوب وكمل كمالات 50 ميكرو اللي ركزات مع من تحمس حماس الشجعان هذا توتو كيجمع 40 مليون ديال الفلاور ما عنده الارقام المضبوطه 40 مليون خاصو يجاوب ويبرر ماشي كلام طوطو لا تيبرر ويشرح الكلمه اللي قال الناطق الرسمي باسم الحكومه اللي الدور ديالو هو اللي كيشرح ويبرر ويوضح حتى السيده تنسى راسو ويتاكتيف عليه لمده المحاماه خليو 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 شويه الحريه تكون ولا خطا شي واحد حنا الناس قلنا اولا افتران الحريه السيد غادي مكسيري جار الكابلي تيخرج بشي كلام بشي هضره ماشي ديال شي واحد جايبها من راسه والله اعلى واعلم عاوتاني وكاين بعض الجرائم راه الحماق باقي كنعقبوا على الناس بعض التصرفات راه الحماق كنقول له مثلا ما تشرب الشرب وخلص الضريبه ديالو او غير يخلص الضريبه ولا يجربوا ما كاينش جوج وعينونا قلقلهم شكلتهم ما اعترض حتى واحد على هاد الهضره زعما ما قالوش ليه هو بلاتي كيفاش وحنايا في دوله باقي كنقولوا لا ما الا دخلتي الدرك ما دير هادي ولا دخلتي الدرك ما دير هادي ولا دخلتي الدرك ما دير هادي غدا يقولوا لي نخرج من الدار يقولوا لي اجي شحال صليت اربعه ولا ثلاثه دركعات يعاقبوني بغرامه ملي شاف فيه واحد شوفو ديال تا واش عارف راسك اش كتقول واش ما قدوكش تسعود الميكروات باغي تستف قدامك شي 85 ورا في دماغو كيقول 85 ميكرو كتستف غير الطبقه اف اللي لتحت عندي مشكل باش نفهم هذا الرجل واش عنده يعني جنون عظمه خلاه ما كيعرفش بانه وجود حقيبه وزاريه في يديك لا يعطيك سلطه المحامي راه ما تيكرهونيش المحامي كيختلفوا معايا السيد وزير يعرف القدر ديالو هو وزير التجهيز في وزاره العدل تيدا مكلف بالتجهيز في الوزاره ودير هاد الحاله كامله تشارد ضد البشر مع هاد الحكومة تبارك الله سمعنا هاد الكلمة بزاف تتعود نتمنى من الله مستقبلا هاد الناس اللي تيخرجوا باش يحتجوا واللي مضرورين يتلقى لهم حلول باش ما يبقاوش يخرجوا يحتجوا ويعيشوا حياتهم راه بنادم ما غاديش يعيش فيها خالد الا كانوا شي وحدين باغيين هاد الناس يدوزوا نص عمرهم غير احتجاجات تلاو